كوم سوق بسيس لانه فما ضبيب باش يكون كثيف الليله وغدوه سيسور ويحكم خليو مسافه الامان اللازمه زاد كيف كيف ما تقويوش في السرعه خليو ديما سوقوا في المعدل اللازم في الكياسات كذلك الأضواء الكاشفة للذباب يستعملوها لي زونتي برويا بالضبط اي لانه في كيبدا الطقس كيما هكا الحقيقه تنجم تصير لي زاكسيدون حتى بما لا تونسيون معناها مش دونك سي سور ويحكم شرفني تسلامه ليكم الناس الكل باش ناخذوا تليفوني الدكتور قبل ما نكملوا معاك دونك اخر تليفون معنا لليله فوزي هكا تقول لي رمزي مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا بك سي رمزي رمزي متزوج عندك 11 سنه من 2006 هكا متزوج 12 سنه نقولوا ان شاء الله ربي يهنيك وعندك زوج صغيرات عندي زوج ما شاء الله ربي يفضلهم لك رمزي يعيشك دونك فما مشكله ماذاك علاش طلبنا ليلى هي مشكلة تعبتني برشا أنا البرود هكا البرود يرحم والديك عندك ولا عندها؟ لا عندي أنا به معك الدكتور هكا كان نجمو ما فيك أنا مزيح تفضل على عسلامة دكتور ما حبيس يا نمزي معايشك كلمتك حبيت أشوف أنا لقيش حل لك أحكي لي المشكلة ساعة أحكي لي مشكلة أنا عرفت عادي جدا عندي 12 سنة تو تبدلت الحكاية ولت عامين ونص عندي عندك 12 سنة معرس ما هي كي بديت حياتك الزوجية حياة عادية من حاجات حاجة عادية داكور عادية جدا عندك عامين ونص تبدلت حياتك عامين ونص هكاك شنو تبدلت نحو شنو كيف شنو اللي تبدل فيها وليت نحب عندي رغبة نتاع وحدة ما بيرد ما عادش عندك رغبة جنسية ما عادش جامدة وليت على عصاب وليت نظر في ولادي قداش عمرك؟ ندور على مرتي 36 سنة 36 سنة باهي شنو اللي صار في العامين ونص هذوما معناها في حدود قبل العامين ونص فماشي ايفينمون فماشي حاجة في حياتك صارت في خدمتك في علاقتك مع عائلتك في عائلتك مع زوجتك مرض أي حاجة صارتش لا والله وقت لي هكا مشاكل مع شو من مشاكل؟ نتعارك انا ومرتي وقعدت تبطل برشا ايه معناها قعدت تبطل معناها كنت تخدم وقسيت على الخدمة يرحم والدي دونك هذا عامل من العوامل اللي ينجم يخلق اضطراب جنسو اجتماعي نسميوها تخوبل سوسيو سيكسويل ايه فهمت وحاصل وليت لي هكا الحكايه حبيت نستفسر كان هكا نشوف مثل الحل كان ثم طبيب ولا ثم ما عرفش انا قبل ما تمشي تلوج على الحل شنو معناها في معناها تو رجعت تخدم ولا ساعة؟ والله عامل يومي هكاك عامل يومي هكاك معناها مره تخدم مره لا مره نخدم مره لا وانا كاري معناها عندك مشاكل نتاع كريم مش خالص نتاع ديون نتاع برشا حاجات هكيك موجودين ولا؟ موجودين فما ناس تسالك فلوس وضغطين عليك؟ عندي والله عندي إذا أنت إذا أنت هذا الكل عندك المشاكل هذه ما تخدمش بطال ومرة تخدم مرة لا كاري وكذاك مش خالص ومهدد بالخروج هذاك ربما من الدار وإذا عندك ناس تسالك فلوس وعليك ضغط كبير وناس تحب تاخذ فلوسها وغيره يا أخي العزيز كيفاش تحب يكون عندك انتصاب في الليل؟ معناه أنت قاعد تطلب في المستحيل اللهم كان قلبك بارد بالرسمي وما على بالك بحتى حد لا بالملاك لا بالناس اللي تسالك لا بحد شيء وقتها نجم نقول لك نجم تعيش حياتك نورمال أما إذا أنت حطت هذا الكل في قلبك وتعيش بهم وتصبح بهم وترقد بهم فهذوما وحدهم يكفيه باش أنك يصير لك مش برود يعني تتبلانتا جملة واحدة معناها أول حاجة لابد أنك تعملها أنك تحاول تخفف وتنقص الضغط اللي عليك أول حاجة معناها لازمك تمشي تلوج على الخدمة عمرها ما تجيك الخدمة للدار تدق عليك الباب تقول لك يجاوب الخدمة هاني نسعى يعطيك الصحة كي تسعى للخدمة
الفلوس حتى تنقص المصروف دارك مصروف ماكلتك مصروف دار شنو نقص ديما ولم حط على جنب حط على جنب ومن بعد كل مرة سكت فاي الملاك شوية اللي سالوك شوية العطار شوية العشا شنو شوية كل مرة شوية العباد على الأقل اللي يكون يجي يجري وراك وعابدك وشدد لك ظهرك ويدق عليك باب الدار صباح وليل يحب على فلوسه انت كتسكتوا بشوية طيب يفهم روحه يعرف يقول هذا انسان طيب يخلص روحه وحده وحده بشوية بشوية هكاك ينقص عليك الضغط لا رغم ما عنديش مثال برشا هكاك وحتى انا توا هاني لقت هكاك ولمت شوي احنا متعاونين اي تخدم مرتك؟ تخدم اي تعاون فيك؟ لا تعاون فيا ايه؟ الحمد لله يا ربي فلا الحمد لله بشوية بشوية لين ترجلوا اموركم من بعد تولي تبحث على الحل وقتها شنو اللي صار هو؟ انت صار لك معناها كيما قلت لك اضطراب معناها جنسه اجتماعي وجنسه نفسي اللي يخليك ما عادش عندك رغبه في قامت العلاقه الجنسيه مع المهم شوف العلاقه الجنسيه ايش يلزمها؟ يلزمها باش نمارسوا الجنس احنا بالعضو الذكري نتاعنا لا نمارسوه بالمخ نتاعنا العضو الجنسي نتاعنا هو دماغنا المخ دونك اذا المخ عليه ضغط كبير موش في نجم يقوم بالوظيفة متاعه كما يلزم وبالتالي موش في نجم يرسل الرسائل المثيرة للعضو الجنسي باش أنه يقوم بالواجب متاعه بالعلاقة دونك إذا أنت مخك تعب ومتقلق وعندك ضغط سينما لازم تخف شوية الضغط عليك ومن بعد لازم تعمل عملية إعادة كانك موتور باش تعاود تخدمه من جديد لازم بشوية بشوية واحدة واحدة اي نعم تفضل رب حتى من قبل حتى قبل ما نعمل مثل الحكايه هذه نتاع الليسيني ولا الكري ولا حاجه اي قبل ما توصير الحكايه عندي البروده ما عندك البرود مش البروده البروده تاع الخشخه شوف معناها هنا زاد نجم تكون عندك ما نعرفش ما عندكش امراض مزمنه لا والله مرة عندك سكر مرة مشيت نشوف وقتها قال لي عندك شوي ما عارش عندك سكر توا حاليا لا شو حاليا قبل جاك كنت مريض بالسكر قبل اي قبل جاني عالجته قعدت تعالج فيه تتبع فيه ولا مش نتبع اعطيني صحيح شوي اعطيني صحيح ما تغلطنيش باش تغلطني تغلط روحك تعالج فيه تتبع فيه ولا لا الدواء لا حط شيء مشيت قصت حتى كيكه شنو مشيت قصت يعني مشيت الفرم في الفرم لي الهلال الاحمر الهلال الاحمر لازمك تمشي للسبيطار انت عندك كرني تاع المعالجه عندي اي تمشي للسبيطار وتقول راهو نحب نشوف نتبع السكر ويشوف السكر راهو مش يسهل السكر ينجم يعيق العمليه زاد الجنسيه ضغط الدم كيف كيف ينجم يكون سبب اذا انت ما تاخذش دويات عليهم وتعالجش روحك وما تقومش بالحميه الغذائيه نتاعك اللازمه ومعناها وتصلح السلوك الغذائي نتاعك فهمت خويا؟ امشي ساعه ثبت عندك شي امراض مزمنه ومن بعد كان مازال فما الامر مازال موجود عاود كلم الراديو تعطيك رقمي ونشوف معك شنو المشكل. شكرا لك نوفل يعطيك الصحة شكرا على الثقة وعلى تليفوناتكم اللي للناس الكل على 72-328-500 باش نختموا معاك دكتور فقط حبيت نعطي أنه ربما العباد يسخلونا نفدلكوا كي نجبدوا مواضيع من نوع هذا خلينا نقولوا للناس شد عندك الغبريك نتاعنا اللي تكون ديما في الآخر بكل شد عندك توت سويت شد عندك دونك حبيت نقول انه موضوع كيما هذا راهو صارت فيه بحوث علميه وفيه معناها استبيانات وغيره 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 وانا كنت اليوم حطيت استبيان على الصفحه نتاعنا نتاع سيكس بريمي سون تابو من عاش كان ريت وزينب انت ولا وطرحت السؤال وقلت معناها عفوا لا مش في الموضوع هنا في موضوع اخر طرحته سامحوني لكن نحب نقول انه فما دراسات علميه كما الدراسه العلميه اللي صارت في بريطانيا منذ سنوات واللي بينت الدراسه هذه انه ما يزيد عن 85% من النساء يصدروا اصوات
بشكل متعمد من خلال الأصوات هذه يثيروا غريزة الأزواج متاعهم ويخليوه يزيدوا يخليوه ويخليوا زوجهم أو أزواجهم تزداد ثقتهم برواحهم بقدراتهم الجنسية. دونك السادة اللي قاموا بالبحث هذا الباحثون اللي قاموا به عملوا استبيان وسألوا 70 امرأة عن أقصى درجات اللذة الجنسية بالنسبة لهم وهل كانوا يشعروا بالمتعة أكثر من خلال العادة السرية أم من خلال المداعبة قبل الجماع أو من خلال الجماع الجماع عفوا. وحاول الباحثين هذوم أيضا أنهم يطرحوا السؤال حول مدى إصدار النساء هذوما لأصوات خلال اللقاء خلال الممارسة الجنسية. فتبين خلال البحث هذا أنه النساء هذوما كلهم يطلقوا في أصوات خلال المضاجعة خلال العملية البريمينير كما يقولوا السابقة للعملية الإيلاج كما الصراخ كما الأنين كما الأهات كما الكلام باسم الزوج شريكهم في العلاقة يذكروا اسمه مثلا أو كما مثلا خلال اللقاء الجنسي خلال عملية الجماع مثلا أسرع شوية ولا أقوى شوية يقولوا والأهات متاع المتعة. البعض يتخيل البعض خاصة الرجال أن المرأة تطلق الصرخات هذه نتاع اللذة في المرحلة النهائية يعني خلال الجماع وقبل بلوغ الرعشة الجنسية الأورغازم إلا أنه تبين في الواقع أنه أغلب النساء هذوما الأصوات كما قلت لك يطلقوها خلال المداعبة يعني خلال مرحلة البريليمينير. دونك هذا حبيت نقول هذا باش معناها يعرفوا الناس انه مثلا عمليه اصدار الكلام والاهات والوحوحه والانين وغيره 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 راهو كان موضوع دراسات وبحوث علميه اللي اثبت مدى جدوى ونجاته خلال اللقاء الحميمي كما قلت راهو ينجم يزيد كان اثاره للكوبل وينجم يزيد كان متعه ولذه لهم. هذه شد عندك.